يأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الموسوم بالدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول في سياق جيوسياسي دولي وإقليمي يتسم بالتحول وتعقد الأزمات وتشكل التهديدات، ما يجعل استشراف تطورها المستقبلي صعبا للغاية، خصوصا مع احتدام التنافس بين القوى الحالية والصاعدة من أجل بسط نفوذها وإحكام سيطرتها على موارد وثروات دول الجنوب، في تجاهل تام للتداعيات الوخيمة المحتملة على الأمن الدولي والإقليمي، ودون الاكتراف بالانعكاسات السلبية لذلك على حق الشعوب النامية في التمتع بالأمن والسلم والعيش. يهدف هذا الملتقى الذي يتناول بالدراسة والتحليل أحد أخطر أشكال الحروب على وعي الشعوب واستقرار الأوطان، إلى إبراز وإدراك الخطورة الاستراتيجية لما قد يحاك ضد بلادنا باستعمال التقنيات المرتبطة بالحروب من الجيل الخامس، على غرار الممارسات الخبيثة التي تعتمدها في الآونة الأخيرة الأطراف الحاقدة على الجزائر بسبب ثباتها على مواقفها وقرارها السيد ومسانداتها للقضية العادلة في العالم. وفي هذا الصدد بالذات، ومن أجل كسب مختلف الرهانات التنموية التي بشرتها بلادنا تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، فإنه يتعين تضافر جهود كافة الفاعلين الوطنيين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنخب والمواطنين بكل فئاتهم من أجل تعزيز الاستقرار النسقي للدولة والتصدي بكل فعالية ونجاعة لمختلف العدائيات المحتملة.